الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد، دل أمته على كل خير وسلك بها الطريق الأقوم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، رفع الله شأن العلم وأهله، فقال عز شأنه في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. فكما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، فكذلك لا يستوي من يعلم مع من يجهل، لا يستوون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وأجر. هذا هو مقام وشرف طالب العلم عند الله تعالى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، أيها الموحدون، يا عباد الله، هي همسات سريعة ورسائل عاجلة نبعثها في مطلع وبداية العام الدراسي، همسة للآباء وهمسة للأبناء للطلبة وهمسة للمعلمين. الهمسة الأولى: أيها الأب الكريم، أعانك الله فيما أقامك. الله يعينك. لا أحد ينكر الظروف الصعبة التي نعيشها، والغلاء الفاحش، ومتطلبات الحياة، وأعباء الأسرة، إلى جانب الأعراس وتقديم الواجب والرحلات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نمط حياتنا، رحلة بالشتاء ورحلة بالصيف، هكذا أصبحت حياة الكثير من الأسر. إذن الأعباء كثيرة والمصروفات كثيرة، والأب مطالب بتوفير كل ذلك لأفراد أسرته. فتأتي المدارس ويأتي العام الدراسي
ليوفر الأب لأبنائه اللوازم المدرسية من كتب ودفاتر وملابس وحقائب، والأهل لا يبخلون على أبنائهم بشيء. الأهل مستعدين أن يحرموا أنفسهم من أجل سعادة وتعلم أبنائهم حتى يشوفوهم في أعلى المراتب. فيا أيها الأب ويا أيتها الأم، اعلموا أن نفقتكم على أبنائكم هي من أعظم النفقات وأفضلها عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. أعظم شيء هو أن تنفق على أهل بيتك، على أولادك، على زوجتك، فأنت مثاب ومأجور على كل شيكل تنفقه على أهل بيتك. إلى جانب إنفاق المال، لابد من إنفاق الوقت. لابد من الأم أن تخصص وقتا، ولابد من الأب كذلك أن يخصص وقتا لأبنائه، إنه يجلس معهم، يحاورهم، يستمع إليهم، يحنو عليهم، يحن عليهم. للأسف كثير من البيوت تعيش جفافا عاطفيا، يحرم الأبناء من لمسة حانية ومن قلب شفوق محب، يحرم الأبناء من عطف الأبوة وعطف الأمومة، يحرم الأبناء من كنف لين رحيم. السبب هو غياب الأب عن أبنائه لساعات كثيرة، 10-12 ساعة بشتغل، بمر أيام دون أن يرى أبنائه، بيرجع على البيت ملوش إخلاق يحكي مع حدا. ليس الأب كذلك، هذا كان زمان، بل كذلك خروج الأم إلى العمل وغيابها عن أبنائها، فيكون الأبناء هم الضحية. ننشغل عن أبنائنا، وبروحوا أولادنا بالدوكي، وبقعوا وبكونوا هم الضحية، لأن تفكيرنا أصبح تفكير مادي بحت. فمن للأبناء إذا؟ مين بدي يرعاه ويربي ويهتم بالأولاد؟ فواجبنا نحن الآباء والأمهات أن نكون إلى جانب أبنائنا في البيت، وأن نتابع تعليمهم ودراستهم في المدرسة. انك تروح تزور ابنك من حين لاخر، تطمن عليه، يشعر الولد والبنت انه في حدا متابعه بيسال عنه. زوره في المدرسه، والاهم من ذلك واجبنا نحن الاباء والامهات ان نهتم بالجانب التربوي والاخلاقي والسلوكي، تغرس في نفس ابنك أن يحترم معلمه وأن يحترم معلمته، تبين له أن المعلم هو بمثابة أب والمعلمة هي بمثابة أم. لازم يسمعهم ويطيعهم، لأن نبدل مصلحته، مش نتعامل مع المعلم على أنه موظف يتقاضى راتبه في آخر الشهر. ف
فإيانا أن نغرس في نفوس أبنائنا ذلك. الهمسة الثانية هي لأبنائنا، فيا أيها الأبناء ويا أيتها البنات، يا طلابنا، أنتم الغد المشرق وأنتم المستقبل القادم وقادة المستقبل، وأنتم عماد الأمة. ليس أمامكم إلا العلم فهو سلاحكم، والخلق هو حصنكم، بهما تسود وبهما يرفع الله شأنكم. فكونوا على قدر المسؤولية، ولا تخيبوا حسن ظن أهلكم بكم، فقدروا جهودهم وتعبهم وتضحياتهم من أجلكم. فالتعليم وطلب العلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى دراسة وإلى قراءة وإلى بحث. وصدق الشاعر لما قال، قال: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليالي. البدو يتعلم لابد أن يجتهد، يشتغل على حاله، يتعب ويخصص وقت للقراءة والمطالعة. الهمسة الثالثة هي للمعلمين. يا أيها المعلمون، يا من تحملون رسالة الأنبياء، يا من تحملون صنعة الأنبياء، أنتم تحملون أشرف رسالة وأعظم صنعة، فأدوا عملكم بإخلاص وأمانة، فأولادنا أمانة بين أيديكم، عاملوهم بلطف ولين ورحمة وحزم معا. كونوا لهم قدوة، كونوا لهم قدوة حسنة، ساندوهم، عززوا من قدراتهم. نعم، لابد أن يكون المعلم قدوة لطلابه، كما قال أحد السلف، قال: فإن عيونهم معقودة ومتنبهة لتصرفاتك وألفاظك. فلابد من أن تنتقي أطيب الكلام وأحسن العبارات تخاطب بها طلابك. فكونوا أيها المعلمون على قدر المسؤولية، فإذا صلحتم صلح أبناؤنا وصلح مجتمعنا. فالمعلم هو قدوة حسنة لطلابه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا ومعلمينا وأن يحفظنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد عباد الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم هو فريضة على كل مسلم ذكر أو أنثى. طلب العلم عبادة عظيمة، بل هو واجب ديني أن كل إنسان يطلب العلم، يستزيد من العلم. لهذا ليكن شعار كل إنسان معلم أو أي صاحب مهنة، شعاره أن يقول: وقل رب زدني
علما. دائما الإنسان لابد أن يستزيد من العلم بالقراءة، بالتعلم، بالبحث. ما تكتفي باللي عندك، لابد أن تطمح إلى الأحسن وإلى الأفضل. فما تكتفي باللي بتعرفه، لأنه رايح يجي يوم هذا اللي بتعرفه ما بيعود يمشي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا أنت تصل لدرجة أنك تقول أنا بعرف، وصلت لدرجة كبيرة في العلم، فأنت الجاهل. والله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعليكم بالعلم. فاللهم يا ربنا احفظ أبناءنا وبناتنا وشبابنا ونساءنا من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم اللهم من عبادك الراشدين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.